في ختام الأسبوع دايما بنحس كده إنه إحنا بنختم مجموعة طويلة من الأحداث، لكن بشرط إننا لا نقع في فخ إننا نعيد الحديث عن كل ما حدث خلال الأسبوع. لكن أحيانا كده بيبقى في أسابيع ليها عناوين، يعني إذا كان في عنوان كبير في وسط ما إحنا بنحتفل بشهر رمضان المبارك والأيام الجميلة المبهجة اللي السنة دي طبعا تحديدا الناس رجعت تتقابل وتشوف بعض، في نوع كده من الأسئلة الدائرة نقدر نقول إنه أحيانا يبقى عندنا أسئلة كتير ويطلع على السطح أحيانا كمان أسئلة بلا إجابات. ففي وقت من الأوقات يحصل إنه يبقى في حراك مجتمعي وحوار مجتمعي وكلام كتير، ويبقى في تحرك متعقل من بعض الناس اللي في اللحظة دي تقدر تسميهم صناع التأثير أو المؤثرين أو المحركين الحقيقيين لأي تغيير في المجتمع. ففي اللحظات اللي بيبقى عندك فيها أسئلة كتير عموما لازم تهدأ قليلا قبل ما تطرح الأسئلة، وكمان لازم تنتظر الإجابات من الأشخاص المناسبين. وإحنا في رمضان كده طول الوقت بقت تحولت نقاشاتنا على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك إلى سجالات بطرح الرأي، وطرح الرأي طول الوقت مهم جدا، لكن انتظار رد الفعل وانتظار الإجابات لازم ياخد وقته. فإذا كان في عنوان النهاردة لختام الأسبوع والأسبوع حافل بالأحداث إنه انتظر الإجابات من الأشخاص المناسبين وفي الوقت المناسب. مش طبيعي أبداً أن يكون عندي سؤال في الطب فأروح أسأل مهندس، ولا يكون عندي سؤال في الهندسة فأسأل محاسب. هي الحقيقة إحنا أحياناً بتشتبك علينا الأمور كده وبنتلخبط وبنسأل وخلاص في سياق عام كده عن الأسئلة. بذكر بقى الأسئلة، احنا صحينا النهاردة الصبح وصباح الجمعة اللي حصل فيه تحرك تاني لأسعار البنزين، واحنا عارفين قبل بقى ما نتكلم عن زيادة أسعار الوقود والبنزين، خلونا نفتكر انه تم تحرير الفكرة، يعني فكرة أسعار النفط هي أسعار عالمية وارتفعت عالميا. طب احنا في مصر كنا متعودين من 15 سنة انه الاسعار دي بتبقى ثابتة، لا الحقيقة انه لا، احنا اتفقنا مع بعض والدولة اتفقت معنا وقالت لنا كل الدعم الكبير المليارات والملايين اللي كانت بتروح لتثبيت سعر النفط والبترول وكل مشتقاته هيروح بشكل مباشر لمستحقيه. طب مين بقى اللي هيتحمل بعض النتائج لارتفاع سعره؟ هيكون بالتأكيد الأشخاص اللي ما هماش تبع أو ما هماش المستحقين المباشرين للدعم، هيفضل الناس اللي بتتحرك وبتستخدم المواصلات. أسعار المشتقات البترولية زادت بحوالي ربع جنيه في الاتفاق الربع سنوي، انه كل ثلاث شهور بيتم إعادة تقييم سعر البترول فزاد ربع جنيه، لكن سعر الدولار ما زال ثابت. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن تأثير هذه الزيادة، احنا عارفينها متوقعة بتحصل كل ثلاث شهور تقريبا، لكن عندنا أسئلة كتير لازم يكون لها إجابات زي ما اتفقنا. دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية معنا على التليفون. مساء الخير على حضرتك يا دكتور خالد. أهلا وسهلا دكتورة، مساء الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. دكتور خالد طبعا مش هسأل حضرتك عن سعر البرميل البترول والتفاصيل اللي تخص بقى وزارة البترول، لكن أنا عايز أسألك على الانعكاسات المباشرة على المواطن. احنا دايما نقول كده إذا كان ده رفع الدعم عن المشتقات البترولية عشان الدعم يروح لمستحقيه، طيب مستحقيه اللي بيستخدموا المواصلات بيتضرروا كل مرة بيحصل فيها تحريك للأسعار بسبب ارتفاع أسعار المواصلات. إيه اللي حصل؟ إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي وزارة التنمية المحلية تقدر تتدخل فيه في المرحلة دي؟ يعني خليني أقول لحضرتك اللي حصل فيما يتعلق اللي اتحرك النهاردة سعر البنزين في الفئات الثلاثة بتاعته دون المساس بأسعار السولار. وكما حضرتك تعلمي أنه زي ما أكد معالي الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والترفيه بجميع المحافظات المصرية، لأن دي بتعتمد في المقام الرئيس على الأسعار السولار وعلى الغاز ودول ما تحركوش. الأمر اللي خلانا يبقى مع الوزير يوجه السادة المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن صباح اليوم وإدارات العامة للمرور وإدارات المواقف والترفيه لتكثيف الحملات المشتركة على هذه المواقف والساحات والتعامل بكل الحزم والحسم مع
اي مخالفه او محاوله من جانب البعض السائقين للسرفيس والنقل الجماعي ان هم يخالفوا تعريفه الركوب المقرره سلفا، وعلشان كده اتخاذ الاجراءات القانونيه وتحرير يعني ضد المخالفين محاضره، وضمانا لعدم استغلال اهليه المحافظات المصريه، والتاكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي المتضمن خط السير وقيمه التعريفه او الاجره المقرره، وده لعدم قيام قائدي السيارات بزياده تعريفه الركوب او ان هم يقسموا خطوط السير لاكثر وبالتالي لاكثر من رحله، وبالتالي وبالتالي يترتب عليها مضاعفه التكلفه. وعلشان كده وجهت غرف العمليات واداره الازمات بالوزاره انها تتابع مع غرف الازمات والعمليات بالمحافظات للتاكد من ثبات تعريفه اسعار الركوب، والتاكيد كمان على اهلنا المواطنين بالتواصل مع ارقام الطوارئ اللي كل المحافظات المصريه اعلنتها صباح اليوم والخطوط الساخنه وغرفه عمليات المحافظات. ارقام الطوارئ يا فندم ممكن حضرتك تشاركنا بيها وان شاء الله يعني اتفضل. مبادره صوتك مسموع على مستوى وزاره التنميه المحليه، رقم الواتساب 011 50 60 67 83، كذلك الامر الخط الساخن 15 330، كذلك الامر صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع. اذا لو رصد حد من المواطنين زياده في الاجره او تقسيم الرحله على عدد من الرحلات عشان برضو يقولوا ان البنزين غلي، الرد الاول هو ان وزاره التنميه المحليه تقدر تستقبل شكوى المواطنين. الرد الثاني بقى انه اصلا سعر السولار ما زادش، يعني من التاكيد انه قرار وزاره التنميه المحليه مش عشان يضيق على سائقي الميكروباصات مثلا او الناس بتستخدم او قائدي المواصلات العامه، لانه بالتاكيد ما هم جزء برضه من المواطنين، لكن السولار الحكومه ثبتت سعره. مظبوط كده يا دكتور؟ بالضبط يا فندم، السولار سعر ثابت دون المساس دي على الاطلاق، كذلك الغاز كمان، لان بعض الوحدات دي الشيء بالشيء يذكر. بقى يا دكتور عايز اسال حضرتك عن حاجه تانية، ودي كانت من الحاجات المحموده جدا اللي وزاره التنميه المحليه في فترات كده تقول لنا وتطمنا انها بتتابعها، وعايزه اطمن برضو من حضرتك اذا كانت بيتم متابعتها باستمرار ولا لا، وهي كشف المخدرات على سائقي المركبات وسائقي الميكروباصات والتوك توك وكل الناس اللي موجودين في الشارع باختلاف ما يحدث احيانا من مخالفات. هل ده ما زال قائم وبيحصل بشكل دوري ولا هي يعني حملات موسميه؟ خليني اقول لحضرتك الحملات مش على المواقف والساحات، ده المفاجاه. كذلك الامر على مستوى الدواوين سواء ديوان عام الوزاره عندنا او دواوين المحافظات او الوحدات المحليه، سواء لكل العاملين سواء السائقين او غيرهم، بيتاخد سحب عينات عشوائيه، وبالتالي بنتاكد من خلو يعني السائقين من اي نوع من انواع المخدر اللي ممكن ياثر سلبا عليهم وعلى الناس اللي بتركب معاهم. لا احنا مستمرين في ده، لان دي في حد ذاتها بتحافظ على المجموع بتاعنا من اهلنا اللي بيركبوا وسائل النقل العامه، او كذلك الامر الموظفين اللي بيركبوا مع السائقين على مستوى الوحدات المحليه في مصر كلها. طيب صوتك مسموع كمان، ممكن تستقبل الشكاوى في نفس هذا الامر؟ يعني لو انا شكيت ان سائق المركبه اللي انا راكبها دلوقتي هيموتنا وهيقع بينا في حته ومش في حاله طبيعيه، اقدر اتصل على الخط الساخن واقول رقم المركبه دي وتبقى الوزاره تاخد اجراءاتها القانونيه معاه؟ طبعا يا فندم، وكذلك الامر لو ما يحتكش مع حد بس يصور ويبعت لنا الصوره على الواتساب ويقول لنا مكان المحافظه فين، وطبعا رقم المركبه هنعرف منها، وبالتالي سوف يتم التعامل مع قائد هذه المركبه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم، متحدث باسم وزاره التنميه المحليه.